معانا السويس رول تمام. عشان الوقت بقى ما يسرقناش. انا معاك اهو. يلا السويس رول بقى هنشتغل ببيض على بعضه، مش هنفصل ولا نعمل اي حاجه. هنحط 6 بيضات ونحط فانيليا ومعلقة خل، ده أساسي تمام كده. وهنحط كمان بصي 7 من كل حاجة، يعني 7 معالق سكر. إيش معنى 7؟ بصي أنا المفروض بالجرامات، فأنا عشان أسهل كوبايات. طيب برضه هلقيت في حاجات عالية وفات مش عارفة أقولها، فخليتها بسبع معالق الأكل العادية. ماشي تمام. هنحط 7 معالق من السكر، نضيف فيه شوية لحد ما يعمل فوم حلو كده. تمام. المقادير 6 بيض، 7 معالق سكر، 7 معالق زيت، 7 معالق دقيق، معلقة نشا، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، وكريم شانتيه برضو فراولة. بس طيب يلا. تمام. بعد ما ضربنا بقى وعمل فوم حلو كده، هبتدي انزل بالزيت شوية بشوية كده. مجرد ما خلاص حسيت الزيت خلاص خليط متجانس مع بعضه، بشيل المضرب خالص وانزل بالدقيق برضو شوية بشوية وقلب من فوق لتحت. هنا كميه الدقيق بتاعتنا قليله بالنسبه لكميه البيض. انا عايزه سويس رول، مش عايزه كيكه. تمام. بحطه في صاج بقى 30 في 40، ده تقريبا نص الكميه. 30 في 40 كبير، تورتايه كبيره. كبيره. بعد كده ببقى لازم برضه ورق الزبده، بحط ورق الزبده واحط الخليط ده عليها، مش بدهن بقى حاجه الموضوع دي. بدخلها الفرن. اهم حاجه بقى في الموضوع السويس رول بقى الفرن. لو انا سبت وقت ازيد من اللازم في الفرن هينشف معايا، مش هيطلع معايا طري واعرف الفه. دي اهم حاجه في السويس رول، يعني تقريبا بياخد من 12 دقيقه ل 15 دقيقه بالكتير قوي. بس بمجرد ما يخرج يبقى رفيع قوي كمان على طول. يعني بصي عينك معاه لازم يطلع كده عشان بيبقى سهل جدا في ان انا الفه. بعد ما بيخرج بقى من الفرن يا دوب بغطيه 10 دقائق بالظبط باي حاجه اي قماشه بس تكون خفيفه. بعد كده بطلع الصاج بروحه، ورقه الزبده دي واطلعها وابتدي احط بقى. انا حاطه هنا مربى فراوله، ما حبيتش احط حاجه خالص اكتر من مربى فراوله. هو ايه اللي ممكن يتحط تاني غير ممكن تحطي كريم شانتيه، ممكن تحطي فاكهه، ممكن تحطي حاجه، كل ما تتخيلي ممكن يتحط. بس المربات بتبقى احلى في السويس رول. حلوه. وفوق عندك كله انا حاسه انا عاملاه المره دي ملون كده عشان فالنتين. حسيت ان الفراوله هتبقى احلى. بلفه بروحه بقى، بنبتدي بروحه تلاقي ورق الزبده نزل معاكي وبايدك كده، بس تكوني لما كويس واخلص بقى ورقه الزبده بنفس ورقه الزبده اروح لفاه وعاملاه زي البونبوني. أيوة. كده بس كده احنا خلصنا السويس رول، بنقفله كويس وبندخله الثلاجه قبل ما نبتدي اعمل اي حاجه. تمام. انا هنا بقى كريم الشانتيه اللي فوق، طبعا انا قلت مقاديره قبل كده. بصي ما عملتش اي شكل، انا كل اللي عملته حطيت كريم شانتيه وجبت معلقه وعملت خطوط كده اديتني الشكل ده. حلو. انت هتزينها لنا دلوقتي؟ طب يلا بينا. انا معايا هنا اهو دي فراوله، انا قطعتها كده بحيث ان هي تبقى شكلها شبه القلب كده اهو. ايوه. حطها كده اهو. لو اليومين دول الفراوله اصلا جميله، تحفه جدا. اهو تمام. وهتثبت بقى يعني واحنا بنحطها كده هتفضل ثابته؟ خلاص مش هتقع. اهي. اوكي. اهي. ممكن بدل الكريم شانتيه ده واحنا يعني وانت شغاله كده، ممكن بدل الكريم شانتيه ممكن نحط مثلا شوكولاته صوص. صح؟ اي حاجه. حلو. يعني بصي اي حاجه في التزويق ده اختياري، ده بتاعك انت. بس هي عشان الفالنتاين فبالنسبه لي الفراوله ابيض مناسبه جدا. بالظبط ادتني الشكل ده، بجيب بقى فراولات كده اهو واحده كامله بقى الشكل كده. يعني انا ممكن مش عارفه الكاميرا جايبه الناحيه دي. لا جايبه كل اللي جايبه الناحيه دي كده اهو. ممكن كمان اهم حاجه بقى ان انا بعد ما بعمل الحركه دي ما ينفعش اسيب الفاكهه كده. الفاكهه كده معايا تبوظ، يعني انا لو حطيتها الثلاجه هتدبل وتبوظ. معايا حاجه اسمها جيلي تلميع، ده جيلي تلميع على البارد بيتجاب طبعا من المحلات. جل تلميع، جيلي تلميع بالشكل ده. ولا جلي؟ جيلي. جيلي. لو مش موجود معلقتين عسل. عسل. بالظبط. ومعلقة مية عشان يفك معايا شوية على فكرة. بس كده ببتدي اجيب بقى الجيلي. وده مسكر برضو صح؟ زي العسل. طبعا. ايوه ببتدي بس اديله ايه لون كده بس لون من فوق. ده ما يخليش الفاكهة تأكسد. اوكي. ولو حتى لو انا عاملة موز، اصل الموز بيأكسد بسرعة جدا. اي فاكهة، اي فاكهه هتعمليها بالشكل ده مش هيجرى لها اي حاجه، ممكن تقعد معاكي كمان يومين او ثلاثه في الثلاجه ما يجرى لهاش اي حاجه خالص. ده من محل بتاع الحلويات؟ ولا عطار؟ لا مستلزمات حلواني بقى. حلواني. يعني الحاجات دي مش هتتباع في اي مكان، يعني لازم تكون مستلزمات حلواني بس. احنا خلاص خلصنا اهو
بالشكل اللي احنا شايفينه ده. شكلها على الكاميرا حلو قوي. ربنا يخليك. وهنا كمان ممكن حلو. دي برضه شويه كده شايني بس كده خلص. بس وبالهنا وشفا. الفهنا وشفا طبعا. ده كمان شكل السوسول، يعني السوسول بصي بيبقى شكله، انا جايباه كده بتبقى شكلها تحفه. يعني ده شكله كده على نوريها للكاميرا كده اهو. ايوه اه يعني ده شكل السوسول. هو لو انا مش عايزه كمان ازوق واعمل الكلام ده خالص هستكفى كده بس. شكلها جميل. طيب علشان الوقت ما يسرقناش نعمل ممكن ترفعي لنا تاني السويس رول. ايوه بعد اذنك اهو ده شكلها تمام.